بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقة جديدة نواصل فيها سويا وصول هذه الرواية وما يجب لحفص من طريق الشاطبية. أحبتي، ما معنى كلمة أصول؟ باختصار شديد، معنى كلمة أصول يعني قواعد منتشرة متكررة وعامة، ده معنى أصول بأبسط صورة. وما معنى كلمة رواية؟ أحبتي، لهذا العلم أئمة، منهم الإمام عاصم وله تلاميذ، فإن قلنا الإمام أو الأستاذ الكبير فتلك قراءة. التلميذ إن أخذ عن أستاذه ولو كان بينه وبين أستاذه واسطة، يعني في معلم تاني أو تالت، يسمى كده بين قوسين عند علماء القراءات سند، فيسمى هذا رواية. وتلميذ الراوي، لأن الراوي بيكبر يبقى أستاذ كبير برضو كذلك، ويعلم تلاميذ كثيرين، فتلميذ الراوي يسمى طريق، وانت نازل بقى كده، ده برضو بأبسط صورة. فمعنى كلمة أصول هذه الرواية يعني القواعد التي يتبعها القارئ إذا قرأ القرآن برواية حفص عن عاصم. ليه اخترنا الرواية دي؟ تلك التي هي اشتهرت في هذه البلاد، بل في معظم البلاد، والمصاحف التي بين أيدينا مطبوعة بهذه الرواية. طيب، بعد ما عرفنا كده بطريقة مبسطة معنى كلمة أصول الرواية، ما الذي يجب لحفص؟ أين المحل التطبيقي؟ آيات اليوم. تعال كده نشوف الأصول التي أخذناها في محل آيات اليوم. محل آيات اليوم يبدأ من سورة الحشر، من الآية الثالثة إلى نهاية الآية الخامسة. تعال نبدأ كده الأول إجمالا، وبعدين إن بقي معنا وقت نفصل في هذه الأصول. أول أصل عندك، طبعا سأنبهك إلى عناوين لأن منها ما شرح ومنها ما لم يشرح. تعال بقى كده إلى هذه العناوين. واحد، الاستعاذة أصل من أصول هذه الرواية، ده واحد. اثنين، يعني إيه الاستعاذة؟ يعني أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولك ألا تذكر بعد الاستعاذة البسملة، لكن مع مراعاة المعنى، فانتبه لهذا. يبقى واحد الاستعاذة، اثنين البسملة. شوف كده أول آية عندك قوله تعالى ولولا أن، المد المنفصل من أصول هذه الرواية وحفص من طريق الشاطبية على ما تلقي أربعا. أنا عارف إن في خمسة، بس خليك بقى ما عليه العمل، لذلك لن أشغلك بكثرة التفاصيل وسأركز على القاعدة، وإن كان فيها خلاف أدع الخلاف وأذكر لك ما عليه العمل. يبقى ركز معاي، واحد الاستعاذة، اثنين بسملة أثناء السورة أنت مخير فيها، ثلاثة المد المنفصل، التوسط أربع حركات قولا واحدا، ليس لحفص من طريق الشاطبية قصر. ولولا أن كتب الله عليهم، كلمة عليهم من أصول الرواية كسر الهاء في كلمة عليهم، أي من الضمير في المثنى والجمع. طيب اوصل كده كلمة عليهم بما بعدها، إن وقع بعدها ساكن فعليك أن توضح الكسر جيدا في الهاء فتقول عليه، وميم الجمع تضم وصلا هكذا عليهم الجلاء،
فهذا أصل من أصول هذه الرواية. كذلك كلمة الجلاء مد متصل، ومن أصول هذه الرواية أن يمد أربع حركات. إذن اليوم نحن مع محل عملي لهذه الأصول التي درسناها تفصيلا حتى نطبق ذلك عمليا. فعلم التجويد علم وعمل. أكمل معي: لعذبهم في الدنيا، وتقف هنا لأنه وقف حسن، ثم تبدأ: ولهم في الآخرة عذاب النار. هنا معنا من أصول هذه الرواية إسكان الميم بين قوسين كده، تسمى في علم التجويد والقراءات ميم الجمع. فين محلها؟ في قوله تعالى ولهم، من قوله ولهم في الآخرة عذاب النار. يقرأ بإسكان هذه الميم إذا وقف وإذا وصل، فهذا أيضا من أصول هذه الرواية. الآية التي تليها: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وانتبه أن شاق هنا من الشقاق وليست من المشقة، فخلي بالك. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. طبعا خلي بالك من الوقف والمد اللازم. ثم قوله تعالى: ما قطعتم من لينة. واللينة هنا لست مفسرا، ولكن حتى تستوعب ما تقرأ. النخل، يقول شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله: وقال ربنا لينة لأنها أخف في اللفظ، مع أن لينة تساوي كلمة نخلة، ولكن اللينة في كلام العرب تشمل كل أنواع النخل. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وتلك قاعدة أخرى سنبينها إن كان هناك وقت، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ونسأل الله أن يخزي الفاسقين، اللهم آمين. فاصل ونواصل بعده أحبتي. بسم الله وبحول الله وقوته عدنا، نبدأ مع هذه الآيات، نسمع التطبيق العملي لبعض هذه الأصول مع تلاوة آيات اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم. أحبتي، إن استطعت أن تأتي بها في نفس واحد فافعل، وإلا فافعل كما فعلت. نبدأ مع زينب. تفضل يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تاني الاستعاذة يا زينب. أعوذ بالله. لا، بدون يا زينب، خلي الاستعاذة كده لطيفة بدون تكلف. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم
عذابهم في الدنيا. لا يا زينب، بين الهمزات كويس. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الهمزة تبان يا زينب. ولولا أن كتب لا مش ولولا أن كتب، ولولا أن كتب، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الميم فين؟ لعذبهم في، لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لا يا بنتي، ولهم في، الميم مفيش فيها غنة، ولهم في، ولهم في الآخرة عذاب أليم، عذاب النار. فين الراء يا بنتي؟ عذاب النار، عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ستة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الغنة فين يا بنتي؟ انت بتقرأ كويس يا زينة بنت، قراءتك جميلة. ومن يشاق، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. العقاب، العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب خلي بالك، ولي مش ول، وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين. بارك الله فيك يا زينب. معنا الحاج جمالات من القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. خلي بالك من المشدد يا حاجة جمالات. ومن أخلي بالي من الحرف المشدد. ومن يشاق الله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. بالراحة كده. أو تركتموها، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخرج وليخزي الفاسقين. جزاك الله كل خير. نقف مضطرين ونبدأ بما قبل، إن لم نستطع نبدأ بآخر جملة لا إشكال. الله يفتح عليك يا حاج جمالات. معنا الحاج عدلية من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أمي، نورت القناة كلها. ربنا يبارك فيك يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب علي أن ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يا حاج عدلية، القاف مكسورة. ومن يشاق، القاف مكسورة. حاضر.
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. أخلي بالي من كلمة من لينة وأنا بنطقها وصلا من الميم لللام، ملي ملينة أو تركتموها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لا أخلي بالي، وليخزي وليخزي الفاسقين. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا أمي، جزاك الله كل خير، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك. معنا منى من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. أبين الميم، لعذبهم في الدنيا. أبين مش أغن. لعذبهم في الدنيا. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الراء تفخم، عذاب النار عشان وقفنا. عذاب النار. أيوة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أخلي بالي من الحركات، ذلك مش بآ، بآ مش بآ، بأنهم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق. الغنة فين؟ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. كمان مرة، ومن يشاق الله. ستة. وخلي بال مشدد. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة. لا، من لينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. تلاوة طيبة وجهد مشكور، جزاك الله كل خير أحبتي. فاصل قصير ثم نعود بعده بحول الله وقوته، فانتظرونا. بسم الله، بحول الله وقوته عدنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نبدأ مع الحاجة نادية من القليوبية. تفضلي حاجة نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عوداً حميدة. الله يحفظك يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليكم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. بالراحة كده، ممكن نقسمها على قد النفس. آه. مضطرة وأنا غصب عني، فهقرأ كده. ولولا أن كتب الله عليهم، قولي ورايا كده ونقسمها مع بعض. ولولا الله عليهم كتب الله عليهم الجلاء. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم التشكيل، بأنهم
التشكيل، ذلك بي التشكيل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لا، شاقوا الله ورسوله التشكيل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أبين كسرة اللام التشكيل، وليخزي الفاسقين. جهد مشكور يا حاج نادية، جزاك الله كل خير. معنا إمام القاهرة، تفضل يا إيمان. السلام عليكم. عفوا أستاذ أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته. عفوا مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نخلي بالنا تلاوتك طيبة، بس اللام في وليخزي اللام مكسورة. اللام مكسورة. وليخزي الفاسقين. تلاوة طيبة حق أمال، جزاك الله كل خير. أحبتي، وليخزي اللام لام الجر وليست لام الأمر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمره، والمعنى تعليلا لما سبق وليخزي الله. فنخلي بالنا أن اللام دي مش ساكنة. معانا كريم من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبدأ إن شاء الله؟ تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أستاذ كريم، كم مرة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. التوسط، مش احنا ماشيين بتوسط منفصل؟ نعم، مش ماشيين بتوسط منفصل برضو؟ بتوسط. طيب، على أصولها ماشي. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
تلاوة طيبة، وقدرا نسيت أو نسيت المنفصل، وأيضا قرأته بالقصر، بس أحبتي على أصولها ده مد منفصل. جزاك الله كل خير، هذا لا يقلل من جمال تلاوتك الكريم، ربنا يبارك فيك. الأستاذة سهام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عودا حميدا لفضيلة الشيخ، جزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تلاوة طيبة ما شاء الله، أحسنتي أحبتي. فاصل وبعده بحول الله وقوته نواصل. بسم الله والحمد لله، وبعد عدنا بحول الله وقوته. نبدأ مع مرفت من غربية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله. عودا حميدا فضلك. جزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ادي بس الغنة حقها شوية. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. جزاك الله كل خير، جهدي مشكور، ربنا يبارك فيكي. معنا الحاجة سهير من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا فندم، جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. أخلي بالي بس من التشكيل في قوله عليهم. حضرتك بص كده، الهاء في كلمة عليهم مكسورة والميم بعدها مضمومة، تبقى كده عليهم الجلاء. عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الغنة عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أخلي بالي كلمة يشاق ستة، بص كده، ومن يشاق الله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الباء بقت بان العقاب. العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. بص حضرتك، من لينة أو لا، ما ركنش على، ما قولش لينة أو، لا، من لينة أو تركتموها كده، يعني من لينة أو قرقت أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله.
فليخزي الفاسقين. ربنا يبارك فيك، جهدي مشكور يا حاجة سهير، وفي أحسن بإذن الله. معنا أحمد من قنا، تفضلي يا أحمد. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. جميل يا أحمد، وأرجو بقى تخلي بالك كده من بعض الأحكام زي التفخيم والترقيق، إنما كويس. ربنا يبارك فيك يا ابني، وفي أحسن بإذن الله إن شاء الله. معنا كاميليا من دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة عودة الله. عودا حميدا يا شيخ. جزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. بالراحة كده، شاء مش شاء. شاء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. بص يا أمي، بالراحة بالراحة، على قد النفس. قائمة على أصولها فبإذن الله. على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. جهد مشكور، وأرجو ننتبه للتفخيم والترقيق. شاء. معنا عزة من الفيوم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع العاملين للقناة. جزاك الله كل خير، والكل يطلق التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ممكن بس نهدي سرعة شوية ونخلينا يعني نغنى كما مرة بالراحة كده. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الغنة هنا، بص حضرتك، أن كتب هنا الغنة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لا، مش في الدنيا، في الدنيا. في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. عذاب النار. عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لا، ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ورسوله، مش الله، لا. ورسوله. أيوة كده، ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هي صح، بس الأصح كده، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. بالراحة. أو تركتموها، المد الطبيعي. أو تركتموها قائمة.
قائمة على أصولها فبإذن الله. على أصولها. على أصولها. فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. الفا مش الفا. الفا الفاسقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آيات اليوم تصف حال اليوم وما ينبغي وما يجب أن يكون، وتبين سنة لله عز وجل. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أحبتي، مضى معكم الوقت سريعا، لا نملك في الختام إلا أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.